الكرة ثابتة الآن، رضوان هو على التنفيذ، ترك تسديدة، يا سلام، فعلوها النسور أخيرا، فعلوها النسور أخيرا وحلقوا. الزعيم السوري يسجل عن طريق الواكد، الواكد محمد الواكد هو اللي يؤكد على تقدم الجيش ويسعد الجماهير السورية. واحد لا شيء، يتقدم الآن الفريق السوري من كرة ثابتة، من ضربة حرة مباشرة، حاولوا كثير وصلوا من خلال الكرات الثابتة، من خلال هذه اللقطة وهذه اللعبة الواكد وضعها. النصر السعودي في مواجهة الجزيرة، والأهلي في مواجهة النجمة. كرة موجودة الآن، محاولة تمريرة، التسديدة والتعادل، التعادل، نعم فعلا. المريخ يعود ويعيد الأمور إلى نقطة البداية، إلى نقطة البداية. أحمد آدم الوافد الجديد من نادي الأهلي، مر، تقدم، راوغ، سدد بكل ما أوتي من قوة. يا سلام يا أحمد، راوغ بهذه الكيفية، وبعد ذلك بقدم راحت سريعة، راحت سريعة صعبة على حارس المرمى مدنيا، سجل الهدف الأول للمريخ، هدف التعادل. الزلزال يعود ويعيد الأمور إلى نقطة البداية، الزعيم يسجل التعادل والأمور أصبحت عند 1-1.